تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لوضع حلول عاجلة لتخفيف الازدحامات المرورية وزيادة انسيابية الحركة المرورية على شبكة الطرق الرئيسية في المملكة، سيتم البدء في تطبيق الخطة الجديدة لحركة السير على تقاطع المدخل الشمالي لمدينة عيسى التي تنفذها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية ابتداء من يوم الجمعة الموافق 28 من يوليو 2017. يتضمن مشروع تطوير الإشارات الضوئية لمدخل مدينة عيسى الشمالي تقليص عدد المراحل الحالية للإشارات من 5 إلى 3 مراحل، حيث ستكون هناك تحويلات مرورية لتوفير انسيابية الحركة المرورية على الشوارع الرئيسية مثل شارع الشيخ سلمان وشارع الشيخ عيسى بن سلمان وتقليل الازدحامات المرورية عليها.